تداول الناشطون في الجزائر مقطع فيديو للإعلامي الفرنسي إريك برونيت نشره عبر حسابه بتويتر يبدي فيه انبهاره بالحراك الجزائري. يا سادة، لقد اقتربوا من تحقيق مطالبهم هناك في الجزائر في وقت ينتهي فيه حراك السترات الصفراء هنا منذ أسابيع بالعنف. هناك وعلى بعد آلاف الكيلومترات حراك تمكن بكل سلمية وهدوء من إزاحة بوتفليقة الذي سيترك أخيرا الحكم في الجزائر خلال الأيام أو الساعات القادمة. الشعب الجزائري الذي يرشدنا إلى الطريق حقق ذلك بسلمية تامة. المسيرات تصمت عند مرورها بالمستشفيات، والمتظاهرون يحملون أكياسا ويلتقطون القمامة لترك الأماكن العامة نظيفة بعد الحراك. أنا فعلا منذهل بالأنموذج الجزائري. الشعب لن ينزلق، رسالة من شاب جزائري إلى سلطات بلاده يدعوها لأخذ العبرة من الشعب. الشعب ما ينزلقش، سواء يقسموا الشعب، حبوا يقسموا ما يقسمش الشعب. الشعب سيبو، شعب تربى. إعلان حكومة تصريف الأعمال رافقته تعليقات وردود فعل مختلفة عبر المنصات، من بينها استذكار مقطع من مسلسل كوميدي جزائري رأى بعض الناشطين فيه تجسيدا للواقع الحالي. نتابع. شكون يديكم حد يخدم وزير؟